هذه الليلة المباركة ليلة 27، وقد قال الناظم موفقا: و27 أرجاها ليلة فكن أتقاها، أي احرص على أن تسابق إلى الخيرات وتنافس في الطاعات في ليلة كهذه. قلنا في أول اللقاء أن الإنسان يبدأ أصلا يومه ليلته من ساعتنا هذه بنية صالحة في أن الله عز وجل يرزقه أن يوفق لقيامها، وأن يستحضر كثرة ذنوبه وعظيم خطاياه وكثير حوائجه ومطالبه، وهو يقدم على رب العالمين جل جلاله، وأن يعلم أن وقوفه بين يدي الله لن يكون إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بهذا القلب المنشرح يتوخى أعمالا صالحة، يمر على أمه فيبرها، يمر على أبيه فيبره، يأتي إلى أحد بينه وبينه شحناء فيحاول أن يصله، إما برسالة أو بمهاتفة أو بغير ذلك من طرائق ما يتصل الناس به اليوم بعضهم ببعض. المهم أن يقبل على الله عز وجل بقلب قد تخلص قدر الإمكان من مظالم العباد، ثم يأتي لصلوات الجماعة التي عظمها الله وأجلها: وقوموا لله قانتين، فيصلي مع المسلمين ويشهد راكعهم وساجدهم والقائم بين يدي الله والقارئ للقرآن والمسبح لله. هذا كله له أثر في القلب قبل أن يقف الإنسان بين يدي الله. ثم يصلي مع إمامه إن كان في ديار مأهولة، فيصلي مع إمامه إن أمكن العشاء وما يتيسر من التراويح، ثم يجعل وقتا له يصلي فيه منفردا يقف بين يدي ربه، فإذا خر ساجدا عظم ربه وأجله، واستحضر أن من أعظم النعم وأجلها أن يقبله الله عز وجل عبد طاعة الله، عبد يؤوب إلى ربه ويزدرف إلى مولاه، يثني على الله، فإنه لا أحد أحب إليه المدح من الله، يثني على الله بما هو أهله، ثم يصلي على نبينا وحبيبنا شفيعنا محمد بن عبد الله، ثم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة، وينص على القول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم اجعلني ممن وفقته لقيام ليلة القدر، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وأمثال هذا. ويقول في ركوعه: اللهم لك ركعت ولك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت، ويشعر أن عظمه ودمه وعصبه ولحمه وحياته وماته يريدها أن تكون كلها لله بلا استثناء. قال ربنا: يوصي خير خلقه وصفوة رسله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، رددت موسى إلى أمه وأرجعت يوسف إلى أبيه، وجمعت ليعقوب بنيه، وجعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، في تدبيرك ما يغني عن الحمم، في تدبيرك ما يغني، اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك وجودك ما هو فوق الأمل. وأنت الله لا إله إلا أنت الغني عنا وعن سائر خلقك، الخلق خلقك والأمر أمرك، ونحن عبيدك وبنو إمائك، ناصيتنا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في أحد كتبك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن توفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا فيها ممن نانتهم محبتك ورحمتك وفضلك وإحسانك ومغفرتك، لا إله إلا أنت. اللهم إن المحروم من لم تجب دعاءه، والمخذول من تركته لنفسه ولغيرك، والموفق من قمت بأمره وأجبت دعاءه ورحمت ضعفه وأكرمت عطاءه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نستودعك ديننا، اللهم إنا نستودعك ديننا، اللهم إنا نستودعك ديننا، فاحفظ علينا ديننا في حياتنا كلها حتى نلقاك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم توفنا إذا توفيتنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا إذا توفيتنا وأنت راض عنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلينا ولأزواجنا وبناتنا وأبنائنا وذرياتنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إن لنا من الحوائج ما لا يعلمه إلا أنت، ولا يقدر على قضائه إلا أنت، فاقضه لنا، لا إله إلا أنت الحي يحيي الموتى، الحي حين لا حي، الحي القيوم، على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.